الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا في اللاب ده هنحاول نعمل حاجة عملي جدا، كيس يعني حصلت معايا. ما انت كاستمر كلم حضرتك وقال لك والله الويندوز بتاعي انضرب رانسام وير، مش قادر ارجع الداتا، داتا انكريبتد خلاص صباح الفل، كل اللي عندي. طبعا في حالة الرانسام وير انت بعد ستر ربنا سبحانه وتعالى عليك لازم يكون عندك باك اب، لازم يكون عندك باك اب، تمام؟ لان انت في الغالب مش هتعرف تفك الانكريبشن ده، وفي نفس الوقت عايز تسعف نفسك، فاللي هيسعفك فضل الله يعني حته ايه ان يكون عندك باك اب، تمام؟ فالكيس طبعا لو عندي باك اب الموضوع يعني جسر لايك ذس، يعني الموضوع بسيط جدا. ليه؟ هتيجي بمنتهى البساطه تعمل ريكفر الاكستشينج، تمام؟ مش عارف الفيديو ده تقريبا بسجله بعد ما عملنا اللاب بتاع ريكفر وقبله، بس تقريبا لسه هنتكلم عن ريكفر قدام، يعني اللاب ده انا مسجله، الفيديو انا مسجله متاخر شويه. فانيوي يعني هتعمل ريكفر الاكستشينج، لو ما عرفش ريكفر هنشوفه قدام شويه، تمام؟ فهتعمل ريكفر الاكستشينج، فالاكستشينج هيرجع زي ما كان، حلو كده؟ طيب بغض النظر عن حته ريكفر، خلينا نتكلم عن حته ايه؟ ان انا اقدر اعمل ريبير للداتابيز بتاعتي. يعني الراجل كلمني قال لي انا ما عنديش لوج فايلز، انا كل اللي عندي باك اب واخده، كل اللي عندي ده بس، ده اللي عندي فقط، لا تشيك فايل ولا ستريمينج فايلز ولا لوج فايل ولا اي حاجه، ولا حل ولا حتى التيمب فايل ده، انا معايا ده بس دوت اي بي فايل، اي بي فايل ده. فالكيس اللي حصل كان كالاتي، احنا هنعملها من اول للاخر. الراجل كان عنده باك اب اكزيك فيريتاس، باك اب اكزيك، وجا هنا وقام واخد باك اب للاكستشينج سيرفر، واخد باك اب للاكستشينج سيرفر، تمام؟ بعد كده الرانسوم وير جه ضرب كل حاجه، فعمل ايه؟ بمنتهى البساطه كل حاجه ضاعت ما عدا باك اب كان واخده من 15 يوم او من 20 يوم بالظبط، يعني النهارده 30/3 كان واخد الباك اب ده يوم 10/3، تمام؟ فهناخد باك اب للباك اب اكزيك، انا في فيديو شرح فيه الباك اب اكزيك، فيديوهين كانوا بيتكلموا فيهم على الباك اب اكزيك بس قدام شويه. بس احنا الباك اب اكزيك البرنامج قاعد يخلص باجي على السيرفر، يعني الناس متخطش من الشكل، هو شكله بسيط جدا متعرف عليه قدام كمان يعني، بس انا حابب اعمل الحته دي عشان اقول لكم الكيس اللي حصلت معايا. ادي السيرفر بتاعي كأنه باخد بالويند دبليو اس بي، والويند سيرفر باك اب عادي خالص. باجي هنا اقول له ايه؟ خد لي باك اب على ديسك، عايز تكونفيجر ديسك. طبعا انا ما عنديش ديسكس، فانا ايه هبوظ بس الفيديو لحد ما احط ديسك في الماشين دي، الماشين دي على ايجر. اوكي طيب انا كده حطيت ستوريج عشان اخد عليه الباك اب بتاعتي، الام بي ار مفيش مشكله، ونعمل كده خلاص كنسل. واجي هنا بقى لما ده يخلص بس انا بعمل كل ده ليه؟ بعمل كل ده ليه؟ عشان اجي هنا على الاكستشينج والكلام ده كله اشيله، الداتابيز دي كلها وكل الحاجات اللي فيها دي هشيلها، تمام؟ حلو كده. واقوم جاي بعد ما اخد الباك اب احاول اريكفر كل حاجه من الاي دي بي فايل واشوف ايه اللي هيرجع لي. يعني دي الكيس اللي حصلت معايا، الراجل خد باك اب وكل حاجه انضربت، ما فضلش معايا الا الاي دي بي فايل بس، تمام؟ في الحاله دي بقى يعمل ايه؟ هنحاول نعمل فورس ريبير للداتابيز، نحاول بقى ايه حاجه عملي يعني نطبق دي بقى ايه عملي. انا بس اقول لك على حاجه لحد ما اشوف الفيديو بتاع الباك اب اكزيك. باجي انا بقول له باك اب على ديسك، بيقول لي انت ما عندكش ستورج، بعمل لها كونفيجريشن ان هي تحط عليها باك اب، لان الباك اب اكزيك لازم الستورج اللي هيعمل عليها اللي هيعمل عليها هياخد الباك اب بتاعه عليها، لازم تعمل لها ايه شويه كونفيجريشن، بينزل عليها كام حاجه كده يعني، تمام؟ طيب فانا هسميها اكستشينج داتا، نيكست حضرتك، هي دي فري فيها تيرا، انا حاطط تيرا، نكست كونكرنت. ممكن تكتب، ممكن تعمل عليها كام اوبريشن رايت، ممكن تكتب تاخد كام جوبايت باك اب عليها مره واحده، فينش، تمام؟ شكرا.
بقول لك بقى انت هتاخد الباك اب على ايه؟ على حاجه انا منزل عليها ايجنت ياخد لي الباك اب، مالناش دعوه بالفوق دي بتاعت هايبر في وال فيرتشواليزيشنز سولوشنز نرجع بيها. فانا هاخد باك اب على حاجه ايه عليها باك اب، تمام؟ هقول له وين اديت عشان اشاور له على ايه بقى، على الحاجه اللي انا هاخد ايه الباك اب منها. انا هاخد باك اب من ايه؟ من السي بروجرام فايز مايكروسوفت كده لحد ما اوصل للداتابيز، تمام؟ واخد باك اب للكلام ده وبعدين ايه اشيله. انا طبعا مش هشيل، ناخده كات بس في مكان تاني لحد ما نتست القصه دي هيحصل لنا ايه يعني، تمام؟ فاجي هنا اقول له اشيل الكلام ده، سي حضرتك كبر الكلام ده كده، وبعدين نيجي على بروجرام فايلز ومن بروجرام فايلز صورة بس كنت بركب السماعة. بروجرام فايلز هاجي هنا واقول له هات لي مايكروسوفت اكستشينج سيرفر في 15 عشان ده اكستشينج 2013، انزل كده هات لي الميل بوكس. دي ميزة الباك اب اكزيك يعني، ممكن انزل على مستوى اي حاجة يعني كده، هات لي يا سيدي الداتابيز. انا ايه الداتابيز بكل اللي فيها باللوك فايلز بكل حاجة، تمام؟ اوكي انا عايز بس ايه، انا هاخد الداتابيز انا اقول له edit وهاجي هنا واشيل ايه المرحلة التانية دي. انا بس عايز اخد فول باك اب على هذه، والفول باك اب اسمه كذا، الجوبايه اللي هترن اسمها كذا، تمام؟ الكلام ده كله مالوش دعوه بيه، انا عايز بس اوريكم في الاخر المشكله في ايه بالظبط، المشكله في ايه يعني. ده اللي الراجل عمله، خد باك اب والدنيا انضربت بالرانسام وير، ما فضلش عنده الا ايه الا الباك اب اللي بقاله ايه 20 يوم، تمام؟ فازاي بقى نرجع من ال اي دي بي فايل؟ بس انا هبوظ بس ارد على التليفون وارجع تاني. نكمل، ادي ايه الباك اب جوب بتاعتي اللي انا عملتها، تمام؟ هاجي هنا اقول له ايه رن ناو، شغلها دلوقتي. ايوه شغلها دلوقتي. يقعد بقى ايه ياخد باك اب للداتابيز دي، يعني ياخد بقى زي ما ياخد بقى الباك اب بقى فين؟ هيبقى هنا، تمام؟ طبعا هو مش هينزل هنا، انا عشان كده بقول لكم ان اي ستورج الباك اب اكزيك بينزل عليه بيعمل لها كونفيجريشن. دي بقى الكونفيجريشن فايلز بتاعت الباك اب اكزيك نفسه، هو مسميها كده باك اب اكزيك ديت. الفايلز بتاعتي اللي هيتحط عليها باك اب هتنزل هنا تحت فولدر، هيبقى اي ام جي 4.0.1 او 5.0.1، تمام؟ اي اللي بعده اي ام جي 5.0.2 وهكذا مترقمه يعني، تمام؟ فدي الكونفجريشن فايلز بتاعت الباك اب اكزيك. مش دي قصتنا، انا هستنى لما الباك اب ده يخلص، هستنى لما الباك اب ده يخلص وبعد كده هعمل ايه؟ هقوم جاي هنا على ده واقوم ايه موقف السيرفيسز بتاعت مسؤول عن الداتابيز، اوقف الانفورميشن ستور و اوقف الهوست كنترولر سيرفيس، واقوم واخد الحاجات دي كلها كات في مكان تاني بحيث ان مفيش حد ايه يقدر يكسس الاكستشينج. وبعد كده لما الباك اب بتاعي ده يخلص، لما الباك اب ده يخلص، ما يخلص يعني هو وقف تاني ليه؟ لما الباك اب ده يخلص هقوم جاي على المكان اللي الباك اب فيه واقوم واخد بس فقط الاي دي بي فايل بس، واحمل احاول اعمل لها ايه فورس ريبير، احاول اعمل الباك اب اكزيك للاي دي بي فايل بس فورس ريبير، اشوف هيرجع لي الداتا ولا لا، تمام؟ فانا هوقف لحد ايه ما الباك اب بتاعي ده ايه يخلص، تمام؟ ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنكمل بقى. الراجل كده خد الباك اب، يعني بغض النظر الباك اب ما تركزوش فيه، ركزوا بس في الكيس اللي حصلت، يعني الباك اب لسه هنتكلم فيه قدام في فيديو قدام يعني، المشكله مسجل الفيديو ده متاخر شويه. الراجل عنده الداتا دي، الداتا اللي واخدها باك اب، ادي منظر اللوج فايلز بتاعته، منظرها عامل كده متجمعه كلها في فايل واحد، تمام؟ وعنده الاي دي بي فايل اهو، تمام؟ فالراجل بيقول لي المشكله ان هو كان مسطب الباك اب اكزيك، البرنامج اللي هو بياخد بيه باك اب
على الاكستشنج سيرفر نفسه، يعني مصطب الاثنين على سيرفر واحد، الاكستشنج والباك اب اكزيك. فالرانسم وير لما ضرب ضرب كل حاجه. الراجل بقى جه ريكفر الاكستشنج، جه يعمل ريستور بقى للداتا دي، هو سطب طبعا الباك اب اكزيك من تاني، فالباك اب اكزيك الجديد مش راضي يشوف الاستورج اللي هو واخد عليها الباك اب ده، فدي مشكله. بس دي اللي فاضله عنده، دي الحاجه اللي فاضله عنده. الشاهد يعني في الاخر ان معايا ايه، معايا الاي دي بي فايل، فانا احاول ايه اتصرف، انا مش عارف ارجع الباك اب، الباك اب اكزيك مش راضي، مش راضي يشوف اصلا الاستورج اللي الحاجات دي عليها اصلا، فانا معايش فقط غير ده. هعمل ايه؟ هحاول ارجع الداتابيس بتاعتي باستخدام ده بس. تعالى نسيميليت بقى اللي حصل عند الراجل. الكلام ده كله مش موجود، هاجي هنا انا عايز ايه، اقول بقى ان الكلام ده كله اتمسح. فماشي حضرتك، نيجي هنا على السي مثلا، او في حاجه تانية مفيش الا السي. طيب افتكر ان انا كنت حاطط ستورج تانية. هنقل بس الداتابيس دي، انا كنت حاطط ستورج تانية، هنقل بس الداتابيس دي في مكان تاني كأنها اتمسحت، كأنها ايه اتمسحت. انا كده اقفل الكلام ده. اجي على الداتابيز بتاعتي، بس قبل ما امسح الداتابيز او قبل ما اعملها كات، لازم ايه اوقف السيرفيسز اللي مسؤول عنها، اللي هي مين؟ الانفورميشن ستور. اجي هنا واقول له ستوب انفورميشن ستور، وستوب الهوست كنترولر، سيرش هوست كنترولر. واجي هنا اخد الكلام ده كله كات كنترول اكس، واجي هنا ايه اكبر. ده اللي فضل. طيب نبص كده، نبص كده على السي، ورن فايلز مايكروسوفت اكسشينج 15. طبعا وقفت السيرفيس دي عشان ايه، يحس ان الداتابيز ايه واقفه وضايعه خالص، مش موجوده كده، مفيش حاجه هنا خالص. تمام. طبعا لما خدت باك اب اللوج فايلز عددها اقل، شايفين مفيش يعني كام لوج فايل دول. 9 كانوا حوالي 100 وشويه. anyway يعني حلو كده. فانا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ الراجل سطب الاكستشنج من تاني، وفي نفس المكان اللي كان فيه الداتابيز القديمه اللي اتمسحت، اللي هي دي الداتابيز اتمسحت، اللي هي دي، انا هعمل ايه؟ ده نفس الباث القديم اللي الداتابيز القديمه كانت فيه اصلا، فانا هاجي هنا واكبر اي دي بي فايل اللي معايا. مفهوم الحته دي؟ يعني وقت الداتا بتاعتي مش موجوده، انا هاجي هنا، هاجي على ده احمد ده اهو، ريفرش كده مش هيلاقي حاجه، هيقعد يعمل كده، ده هنا في الاي سي بي برضه مش هيلاقي حاجه، هيقعد يعمل كده وفي الاخر مش هيجيب حاجه. حلو كده، هيقعد بقى ايه، شوف مش هيجيب حاجه، ليه؟ مفيش داتابيز اصلا. تمام. فانا هعمل كده، الداتابيز بتاعتي فرضا مش موجود، تمام، ومش معايا بس غير الاي دي بي فايل واخده باك اب. طبعا الاي دي بي فايل مش هجيبه من هنا، ده انا مكبرها عشان ايه امن نفسي انا شخصيا يعني. انما ايه الاي دي بي فايل هجيبه منين؟ من الباك اب. انا هاجي هنا وادخل على الدي سي، بسميه دي سي باين، ادخل على الدي سي، على كان اسمه ايه اللي احنا خدناه الباك اب، اي اي ادن شير، ادي الباك اب اكزيك داتا اي ام جي 1. انا هاخد بس مين؟ الاي دي بي في الاي دي بي فايل بس. تمام، عشان الكيس دي هو مراجع في نفس الباث القديم اللي الداتابيس كانت فيه اصلا. تمام. انا دلوقتي ايه معيش حاجه خالص، لا معايا تشيك فايل ولا لوك فايلز ولا حاجه، معيش الاي دي بي فايل ده بس. حلو كده. طيب اجي هنا واشغل السيرفيس بتاعت تاني. طبعا انت لو فريق انفيرمنت مش هتشغل السيرفيس تاني، انت اصلا
دونا كان انضربت اصلا يعني، فهي كده كده شغال، مش فرق شغاله مش من شغاله يعني، انت اصلا ضياع. هنحاول بقى نعمل ايه، فورس ريبير لهذه الداتابيز. طيب الكوماند بتاع الفورس ريبير اهو، طبعا الداتابيز بتاعتي ايه dismounted، حتى لو جيت انا تاني تمام كده مش هيلاقي حاجة. الميل بوكس بتاعت الناس ايه مش موجود. طيب انا عندي ثلاثة اهم موجودين، نعمل بقى ايه فورس ريبير للداتابيز. هاجي هنا على المانجمنت شيل بتاعت الاكستشينج وهعمل ايه، هقف على الباث اللي فيه الاي دي بي فايل اللي فضل معايا بقى، الاي دي بي فايل ايه اللي فضل معايا اللي هو فين. انا هاجي هنا واخد الباك اب فين، ادي الباك اب اهو كوبي. بص بقى، اولا انا لما جيت كبيرت الداتا الاي دي بي فايل بتاعي اللي انا واخده باك اب ده، وشغلت الانفورميشن ستور، حصل ايه، راح كلم الكونفيجريشن بارتيشن ورجع ايه الكونفيجريشن فايلز بتاعته من الاكتف دايركتوري، من الاكتف دايركتوري من الكونفيجريشن بارتيشن، رجع لي التشيك فايل بتاعي اهوت وشويه ستريمينج فايلز تمام. بس لوك فايلز فيها داتا كتير مش موجوده. بالاضافه لكده خلينا نقف على الباص اللي فيه الداتابيز بتاعتي اللي هو ده، دي انا لسه مكبيره الحاجات دي بعد ما شغلت انفورميشن ستور، الحاجات دي جت تمام. فانا جيت هنا كوبي، هقف على الباص ده واعمل ايه، اول حاجه كنا نعمل ايه، نتشيك على الستيت بتاع الداتابيز اي اس اي يو تي ال سلاش ام اتش، وادي له ايه اسم الداتابيز، اتشيك على الداتابيز بتاعتي ديرتي ولا كلين شوت داون دوت اي دي بي. وريني كده حضرتك ديرتي شوت داون، ديرتي شوت داون تمام. طيب انا هفترض ان انا ايه معيش للمعيش للتشيك فايل، هفترض ان معيش للتشيك فايل تمام. نيجي هنا نقعد بقى نعمل كده ايه HTTPS هو. طيب في ايه لسه مشكلة، طيب لان الداتابيز اصلا ايه مش ماونتد اصلا، حتى لو جيت ابص هنا سيرفرز على فكرة الكيس اللي احنا بنحكيها دي هي حصلت حقيقية بس كانت اصعب من كده كمان. ليه؟ الاي سي بي عندنا فاتحه لان الاكستنشن سيرفر موجود، الراجل بقى كان الاكستنشن سيرفر اتطور خالص، هو اصلا فوره وسطب ايه سيرفر اكستنشن سيرفر من اوله جديد اصلا، فالموضوع عندنا هنا اسهل شويه لان في اي سي بي انا شايفها قدامي تمام. لكن خلينا نسيميوليت ده اللي حصل، انا معيش الاي دي بي فايل بس. شوف بقى ايه هتست احنا هنعمل ايه، الداتا بيز بتاعتي يقدر شوت داون يعني ديسمه مش عارف اعمل لها ماونت اصلا يعني. فانا هاجي هنا واعمل ايه فورس ريبير لهذه الداتابيز. هاجي هنا اقول لحضرتك ايه، خد لي الاخ ده كده تعال هنا واعمل كده بيست سوري ال اي دي بي فايل اهو نعملها فورس ريبير بقى، واللي هنا فيه مشكلة تدس فور اكستنشن invalid اي ده
بقول لك ايه، لازم تعمل ران ريبير على الدامج اور كربت الداتابيز، تمام؟ بقول لك هيكون في حاجه ايه لوس. ماشي يا عم، انا معيش اصلا الا الاي دي بي بس، هسيبيلت نو، مش معايا الا الاي دي بي فايل بس. بص بقى يا سيدي، الدنيا اشتغلت تمام. تعالوا نتشيك تاني على الداتابيز بتاعتنا. كلين شوت داون، كلين شوت داون، حلو كده. طيب الداتا بتاعتي ايه كلين شوت؟ انا ما عملتش ايه سلاش ار ومش عارف ايه، واديت له الشيك فايل وحيدني، انا قلت له فورس ريبير، تمام. هيتعامل مع الداتا بيز ايه بالصفحه بقى، يعني في داتا تضيع مش مشكله، المهم الداتا بتاعتي تشتغل، يعني حتى لو لوس داتا بس الداتا بتاعتي ايه تشتغل، حتى لو هدوس 500 600 ميل من عندي 1000 ميل بوكس مثلا، لو كل يوزر خلص خسر 50 60 ميل من عنده مش مشكله، بس الدنيا تشتغل. حلو كده. فالداتا بتاعتي ايه، لو انا جيت اقول له جيت داش ميل بوكس داتابيز كوبي، وريني كده الداتا بتاعتي ايه ديسماونتد، وهي طبعا ايه بقت كلين شوت داون الحمد لله. فانا كده اقول له ايه ماونت داتابيز اللي اسمها كذا، هي دي. ماونت داتابيز دي لو سمحت، وريني كده ماونتد، هتفضل فيلد كده شوية وبعدين تشتغل، يعني ماونتد تاخد شوية وقت وترجع ايه تشتغل. الحمد لله، حلو كده. الكيس دي حصلت معايا فعلا، لكن الراجل كانت المشكله عنده الاكبر من دي، ان الداتابيز ان الاكستنشن سيرفر نفسه انضرب بس بالرانسام وير، فالاكستنشن سيرفر ده اتفور خالص، يعني هو فرمته وسطب سيرفر من تاني، سطب ويندوز سيرفر 2012 من تاني، وعمل كل حاجه من تاني، تمام. ف اري الداتا بيز بتاعتي ايه الحمد لله رجعت، حتى لو في حاجات راحت انت عارف مش حاجه راحت، يعني كل حاجه انا عاملها موجوده اهي، سنت ايتمز والبتاع. تعالى تست كده، نفتح عند رشا هنلاقي برضو الدنيا شغاله، يعني اهو اهو كنت بعت لها فعلا ميل من احمد عشان اتاكد، يعني تمام اتاكد مثلا من الميل فلو ان الدنيا شغاله في الميل فلو، ابعت لاحمد مثلا تيست ريكفر، ابعت سنت ايتمز، لو رحت عند احمد هلاقي هذا الميل بوكس، هلاقي هذا الميل. اهو تمام. فانا كده ايه قدرت ارجع الداتا بيز بتاعتي وانا معايا مين الاي دي بي فايل اونلي، معيش حاجه تانية. بس خلي بالنا ان الاي دي بي فايل انا واخده منين، انا واخده من الباك اب، انا واخده من الباك اب، يعني انا بسيموليت ان انا اصلا بغض النظر انا واخد الداتا بيز كاب على جنب، لا انا واخد الاي دي بي فايل من هنا من الباك اب، اهو باك اب اكزيت داتا اهو واخد. انا لو طلعت تراجع عن الفيديو هتلاقيني جيت هنا وعملت كوبي لده وخدته فين، انا عشان بس تبقى داخل عليه شير اهو، مش الانترنت، انا عامله شير، فانا ايه واخد الاي دي بي فايل من الباك اب وعملت فورس ريبير، فالداتا بتاعتي رجعت، بس الداتا بتاعتي رجعت ايه رجعت ديرت شوت داون، عملت لها ايه عملت لها فورس ريبير، عملت لها فورس ريبير ورجعتها ايه زي ما كان، تمام. يبقى كده الداتا بتاعتي رجعت تمام. دي كيس حصلت لي، حبيت ان انا اوريها لكم تمام عشان تشوفوها يعني. لكن خلينا ايه الكيس الحقيقه اللي حصلت مع الراجل بقى ايه بالظبط كالاتي. السيرفر ده اتفور خالص،
فهو هيعمل ايه بقى؟ هو هيسطب سيرفر 2012 من تاني ل 2012، نفس السيرفر القديم، نفس السيرفر القديم 2012 او ويندوز سيرفر 2012، نفس اللي كان عنده بالظبط. تمام، بعد كده هيعمل الحاجات اللي احنا عملناها دي، هيسطب اكستشينج عادي جدا، بس مش عادي قوي، احنا لسه هنتكلم عن حاجه اسمها ريكفر، هاو تو ريكفر اكستشينج قدام شويه، بس انا حبيت احط الفيديو ده هنا مع ان انت ازاي تصلح الداتا بتاعتك وكده، يعني عشان ايه في الحته بتاعه الفورس ريبير داتابيز. تمام، طيب اتمنى الناس تكون استفدت من الكيس دي. انا معيش الاي دي بي فايل، بس ازاي ارجع الداتا بتاعتي وازاي اماونت الداتابيز وارجعها سليمه زي ما كانت. اتمنى الناس تستفيد من الفيديو ده. اسالكم دعاء بظهر الغيب. اشكركم شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.